من سنين طويلة بنشوف الإعلانات في الشوارع على التليفون على ظهر شاب أو شابة في المول، تلاقي حرام شاب صغير كده شايل على ظهره شاشة تي في ولابس التيشيرت بتاع المنتج، وده غالبا بيكون تكفير ذنوب للشاب أو التشهير بسمعته. بقى ده من وجهة نظري، يعني بحس إن عايز أديله فلوس أشيل عنه شوية، أخده أجيب له سلاشي وجاتو وأحطه جنب الحيط، بيصعب عليا. في بقى الإعلانات المستفزة، ودي أنا ساكت عليها بقالي سنين. مبدئيا كده مفيش سبراي مزيل للعرق تحطه الصبح ويقعد معاك لمدة 38 سنة لحد ما يبقى عندك احفاد، اخرك ساعتين وهتفوح. ولا في مزيل العرق يخلي البنات تجري وراك في الشارع زي المجانين، او زميلتك في الشغل تعجب بيك وانت في الاسانسير. وانت كمان حضرتك مفيش بيرفيوم هيخلي مديرك يعلي مرتبك او يديك زيادة سنوية. بس برضو بننساش ان الستات عندهم سوبر باورز، فالواحد ما يقدرش يحدد قوي ان في حاجة تكبر عليهم. السمنة، كل دراسات علم النفس والدكاترة المتخصصين في العلاقات الزوجية والمصحات النفسية كان زمانهم قفلوا وبطلوا شغل لو كان الحل في السمنه اللي انت استخدمتيها في الغدا النهارده، اللي خلت جوزك وحماتك والعيله كلها في حاله ذهول وانبساط وسعاده مبالغ فيها، وكل مشاكل البيت اتحلت بسبب السمنه دي. الصابون السائل، الاعلان اللي بيقول نقطه واحده تغسل كل صحون البيت، مفيش نقطه من اي صابون سائل تقدر تغسل صحون البيت كله بتاعت بيتنا الا لو كانت النقطه دي من حمض الكبريتيك المركب مثلا. غير كده فشار، المشهد اللي بيرسموه لشباب الدليفري وهم بيسلموك المنتج قدام باب البيت وهم فشخين بقهم من السعاده، دول اكيد بيشربوهم حاجه صفرة في الشركه او بيدوهم مهدئات عشان يقولي بالمنظر ده. اخيرا بقى الشوكليت، ممكن حد يكون فاهم او حد كبير اكلمه بس يفهمني، يعني ممكن تقولي ازاي البنت تاخد قطمه واحده من الشوكولاته وفجاه تتحول لمونيكا بلوتشي وتنوبها حاله من السعاده وفقدان الوعي المؤقت ونشوه مبالغ فيها؟ لو انا قاعد مع بنت وده حصل لها انا هقوم اسيبها وامشي.